جاهز؟ اللي بدنا نقول للاخوه والاخوات اللي بيستمعوا لبرنامجنا، وسيم صفوري طرنا مؤقتا هسه على البطار. صباح الخير يا علي. علي استلم القياده الان، ووسيم صفوري احيل الى التقاعد. ولا عمره بينقص. وابو ليلى الحراش بيقول ايوه الوضع بده شويه حزن. بالعكس، هاي الاغنيه على البطار منزلها فيها اشي كويس. ركز بالمقاطع اللي بعدها عشان تكون الطاقه ايجابيه كثير عند اللي قاعدين بنتظروا بالاغاني الجميله ببرنامجنا على البطار. من الصبح مجهز مجموعه كثير حلوه من الاغاني. طبعا اختراعات عليها كلها. الشاشة هاي خربانة يا علي، ودائما بشوف الأغنية أول شيء بتكون عندك على السهم الفوقاني عندي. ليش مش مبين هون؟ أقول وسيم صفوري خربها. الله يرحم أيامه. روح الطب في المنجيل مشمشل برباح يم رموش الطويل وعيون مساح. قالوا لي واش عجبك، لموني اللي غاروا مني وقالوا لي ايش عجبك فيها. هاي الأغنية عمرها بجوز 50 سنة. حب حبني على الخدين شو هالجسارة. ريد اشتيكي على على البطار قاعد ببدع وبحط أغاني، والله أنا بحب هاي الأغاني. مش يعني قاعد بشتغل على شاشة ثانية علي غير الشاشة اللي عندي، بس أنا بعرف يعني. سناء دوكات تقول لي الله يا ريت أبو هيثم تقولنا قديش عمره على البطار، لأنه كل الأغاني اللي بنزلها لأموات معقول يعني قديم. على البطار شاب صغير عمره 21 سنة بس. 21 زائد 5. وقعوك متقاعد من التلفزيون الأردني وبعدين جاي تشتغل براديو هلا عشان أغاني قديمة. عامر النمورة يا أخ علي هو يعني فاكهة صفحتنا. عامر النمورة بقول لك السماعة عندي طلع منها غبرة من كثر ما بتحط أغاني قديمة. بس لما بدك تأخذ رأيي أنا قاعد بتحط أغاني 100 100. بنحارج إذا في أي إذاعة. يلا روح يعني. الله محياه الساحة. يلا حياك على البطار. برضو كل مش على الشاشة اللي عندي، بصرا منين بجيبهم؟ لا يعني وسيم صفوري بيشتغل على الشاشة هاي كلها قدامي، وعلاء الدبوبي بيشتغل على الشاشة هاي اللي قدامي. انت في عندك شاشة سرية. وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الوكيل على راديو هلا إذاعة القوات المسلحة الأردنية. لكم دائما كل المحبة والاحترام، وهذه أطيب تحية من فريق عمل البرنامج: نادية الدعجة، عبد الجليل عضايلة، آلاء القيق، وعلي البيطار على هندسة الصوت. مني محمد الوكيل كل المحبة لكم جميعا. إلى اللقاء. بسم الله توكلنا على الله نبدأ معكم صباح الوطن الجميل. يا هلا فيكم يا ميت هلا، هنا راديو هلا برنامج الوكيل. صوت الوطن والناس برنامج الوكيل لكل الناس. برنامج الوكيل قضايا وحلول، مواطن أو مسؤول معكم على طول. راديو هلا لكل البلد برنامج الوكيل. برنامج الوكيل مع الإعلامي محمد الوكيل من الأحد إلى الخميس من الساعة 7 إلى 10 صباحا. الراعي الرسمي أورنج. الحياة تتغير مع أورنج، وبالاشتراك مع BCI الوكيل.